ودع مشيعون فلسطينيون في غزة جثامين أربعة استشهدوا في غارة إسرائيلية على رفح. وقال مسؤول صحي إن أربعة أشخاص على الأقل من بينهم طفلان استشهدوا أمس في غارة جوية إسرائيلية أصابت منزلا في مدينة رفح جنوب قطاع غزة. هذا ويعاني ربع سكان القطاع الآن من الجوع، وتم تهجير 85% من السكان من منازلهم وتكدس مئات الآلاف في مخيمات مؤقتة. الناس